تمام. طب انا ليه مش رسمه بروجرام ميرور في الرسمه وبيطلع دور زي فمش هيبقى عندي في الرسمه؟ طيب نيجي بعد كده عندي التو ماسز اللي هم اللوني دول اسمهم ايه؟ برافو عليك، دي نقطه مهمه ليه معاك حلو جدا شاطره، برافو عليك. هنشوف بقى اللي بعده هنا في الليفل الثاني. مين عايز يشترك؟ لا معانا الولاد قالوا ممتازين ان شاء الله، لكن اللي قال قبل كده ما يخش تاني، لازم يكون اول مره. حد عايز قبل ما خلاص حطيت انا الكلمه ده ليفل ايه؟ طيب هنشوف مين الاكبر في ايه؟ ميديا ميديا كوتين كونتاين، والاكبر اللي بره خالص والكبيره الاحمر الاقل في النص، والاثنين مقلين واحده ميديا في ميديا والاكبر كوتين كونتاين. طيب والنقط الزخرفه اللي على رجل الشخص دي تمام. طب التو ريد ماسز دول او التو دي ماسز مدورين دول ايه؟ ريديوس ستاي ريديوس. طب هي دي مفهوم فيها بعض كتيرة وبيستخدم فيها الحركة. طيب نيجي بعد كده عندك في المنطقة اللي في النص اللي هي الوينتر، عندي في حاجة لونها ريد فوق خالص. مين دي؟ لا تاني ايه؟ فوق خالص لم يتغير مكانها أبدا، لها علاقة اسمها علاقة ليه؟ ميديا كوبيتر بامب. وبعدين في تو ديكاستيشن، ديكاستيشن كورس ده بتاع مين؟ ده مش ميديا، ده ديكاستيشن بتاع الكتكو سباين. بعد كده هي الميديا كان هنا في المنشا بتاعه لسه طالع من الاكتر، فعمل ديكاستيشن اسمه كورس الانتر ديكاستيشن. طب وبعدين اللي بعدها؟ الانتر ديكاستيشن بتاع مين؟ لا، ميديا كتكو ركزي شويه. ده ديكاستيشن لكراك اكسترا كرانيال نشا من هذه المنطقه في البنتر في البنتر الكاستيشن. برافو عليك. يبقى اذا هنا عشان ما تخبطوش في الحته دي، التكتر اللي هو السوبر بريكتس ده عمل تراك اسمه تكتو سباينر، عمل ديكاستيشن اول ما اتولد. فهذا ديكاستيشن يكون دورسال لان التكتر دورسال، والريد بيوتس كمان طلعت بعض الفايبرز عمل ديكاستيشن اول ما اتولدت، بس الريد بيوتس قدام شويه، فبالتالي الديكاستيشن بتاعها يبقى امامي. ده البيتر ديكاستيشن بتاع الروبوسبين. هنا العلاقه بتاعت النمله الضوئيه اللي هيفرق الوحيده اللي في الميديا دي ونكمل والاثنين القطعتين ضوئيين حتى لازم اعمل قطعتين عشان تعرف ده ايه؟ سبايك انتهائي دي. طب يبقى ده كده خلصنا البنت. ندخل على الثالث هنا والله معلش بقى معلش خلاص. اذا عندك هنا في البريك باتر او ريس ريبر اليوبس الفوقانيه في التمارين، برافو دي السيفاليك الفوقانيه دي السيفاليك في البيت، واللي هي فيري سبيشال او سبيسيفيك حاجه غير اللي هي بتاعت اللي هي واضحه قوي القطر النطر حتى الفايروس باينه وهي طالعه منه. فاضل لنا حاجه واحده فيها اللي هي الليرف بتاع السوبر كوليكس. الليرف دي اللي هي كلها بتبقى كلمه استراف. ايه هو بقى؟ استراف الجنان بيسيا اوبتيكا انستاي راتا بروفان. حلو ممتاز، الحته صعبه جدا هايله. طبعا انت هتشوفي في الرسمه في الامتحان انا مش هقول على اي وقت انت عارفه الترتيب بتاعك. برافو عليك هايله. طب يبقى احنا دلوقتي كده خلصنا كل الرسومات ده ما عدا السيرفي. الحقيقه الموضوع اللي هنتكلم عنه قبل ما نوصل للسيرفي موضوع نظري
يبقى انا في هذه الجزئيه بتكلم على الباس ريت فروم ذا ليك. خدت الكلمه تمبرتشر، خدت الدكشن، خدت البروبوزيشن، خدت الكوميتر. فاضل لي بقى النهارده خامس واحد في الباس ريت بتاع الجزء اللي هو الاستيلر باس ريت او الاستيلر كونكشن. فهنشوف مع بعض دلوقتي هذه الكونكشن بتتم ازاي وغرض منها ايه. الغرض منها في النهايه الاكوليتر، يعني هذه الكونكشنز اللي هتطلع هنشوفها دلوقتي من الاستيلر يو بي ار، الغرض منها في النهايه الحفاظ على التوازن بتاعنا. تمام؟ فهنا هنبتدي نشوف الباسفيل ده في ماشي ازاي. ففي لما قلنا بتتم الباسفيل ان الرقم بتاعي اللي هو همشي فيه هو رقم 2، تعطيه ان رقم 2 اللي عندي هنا واوتر بيرسيز، عندي دورسال وفنترال كوبيال يو بي ار، عندي في الفصل الاساسي والاكسسوري اللي هو طالع من الدورسال كوبيال، وعندي في الانفير بريكس بيبتدي يوصل للناحيه الثانيه والميديال جي ولا الاريال سيرفر كوبيال برضه بيبتدي للناحيه الثانيه. فالجزء الثاني ان دائما بناخد من الميديال. خلاص؟ الفيزيولوجي كونكشن مهم جدا، ده اقل اهميه عن الكوميتري، بس هنا الرقم بتاعي رقم 5، يبقى الثاني رقم 2 وهنا رقم 5. هنشوف ازاي رقم 5 ده موجود معايا في الفيزيولوجي كونكشن. هنبص نلاقي اولا ان عندي ايه؟ طبعا الريسبت، الريسبت استخدموها في الايد وهي الريسبت الموجوده في الماكرو فيبيولاي، ماكرو فيبيولاي اند أو دي على طول السيرفر، مش هتعمل بلاي لأي
بتبقى حاجات جامدة كلها. خلاص؟ يبقى إذا هنا آدي الخمس ست حاجة ضاعت وعندي أربعة زي ما هو هيروحوا للأربعة مستشفى الاختيار إذا كان مكانهم فين؟ at the ponto medullary junction. تمام؟ طيب بعد ما أنا جيت من الريسبتورز ورحت للبايبولر نيرف سيل وطلعت إلى خمس ست السكة اللي فوق دي خالص اسمها ايه؟ دايركت فيستيبيو سيريبيلر اهي على طول ما عنديش ما دخلتش الفيستيبيولر للاختيار طلعت على طول من الفيستيبيولر جاي كده الوش بتاعك على طول على السيريبيلر. بعد كده الاربعه الاتجاهات الثانيين دخلوا للاربعه فيستيبيولر. نيجي بقى للاربعه فيستيبيولر نطلع خمسه بس. واذا كده الخمسه جت عندنا دلوقتي ثلاث مرات خمسه سيكتورز وخمس سكك دخلناهم وخمسه طالعين من الفيستيبيولر نيوكليار. ايه هم بقى الخمسه؟ الفيستيبيولر نيوكليار دي هتبتدي تتصل اولا ب النيوكليار اوف ذا فيريا اوف ذا نيرف من النيرف اللي بتتحرك يعني اللي هم كام؟ ثلاثه واربعه وسته. فهنتكلم من السوبيرو بس انت مش عندك في الكتاب التفصيل انا بس عشان اعرفها مش مطلوب منك الا الكتاب. من السوبيرو فيستيبيولار نيوكليس لوحدها هتدي فايبرز الثالث والرابع. تمام؟ مع ان دي نيوكليس واحده لكن هتدي دي عصبيه. وبعدين هنجد عندنا من السوبيرو وعندك من الميديا انا عندك من الثلاثه هنا اللي فاضيين عندنا هنبتدي نطلع ونروح من الثلاثه اللي فاضيين هنطلع للسادس. يبقى اذا هنا الاربعه السوبيرو خدت الثالث والرابع. الثلاثة اللي فاضلين ميديا ولابتر وكتير هيدوا دي ستاكس. مش مهم ان انا افصله بس انا عشان بقول لك الرسمه دي عندك عشان تفهم انا قصدي ايه في الرسم. خلاص؟ يبقى هنا طلعنا دي ثلاثه واربعه وسته. يا ترى بصوا يا جماعه احنا هنا انا ممكن احرك راسي وعيني ثابته قدامي اهو على رمل. الحركه دي جت نتيجه لهذه الحركه ان انا اقدر اتكلم اي كان My eyes from a point while my head is moving. اهو اهو النظر تمام شويه تمام. فاذا هنا هنعمل ايه؟ دي بتساعدنا ان احنا بالرغم من movement of the head بنقدر ان احنا نعمل fixation of the eye على point اي point سواء في الشمال سواء في اليمين انا اقدر افيكس my eyes على point while the head is moving. يبقى كده خلصنا الحته دي اسمها ايه بقى؟ السكه دي ايه؟ اسمها قلنا يبقى عندنا كام سكه؟ خمسه. يبقى دي سكه الاولى من الخمسه النهائيه. فيستيبيولو اوبرا رايحين دي ثلاثه واربعه وسته. وبالمناسبه هذه الفايبرز بتبقى ماشيه في الميديا يوم جدا الباطن اللي هنتكلم عنها دلوقتي. هتلاقوا الكلام في الميعاد الثاني. اذا هذه الفايبرز واضح جدا انها سو ميديا هتمشي من ثلاثه واربعه وسته في الميديا يوم جدا الباطن. ودي السكه الاولى. السكة دي فيستيبيولو أوبرا. السكة الثانية اللي هي هتكون طالعة إلى السيربيلر بس المرة دي طلعت بعد ما عملت ريلي في السوبيرو فيستيبيولار نيوكس. يبقى الحالة دي أسميها إيه؟ إندايركت فيستيبيولو سيربيلر فايت. إذا هنا عندي الخطين دول ده أربعة وستة ده خمسة أو ده تراك. الخط اللي لوحده ده كده بعد ما عمل ريلي في السوبيرو بس السوبيرو بتدي ايه؟ السوبيرو بتدي للسيربيلا وبتدي لثلاثه واربعه، ده شغل السوبيرو بس. السيربيلا يبقى بتدي للسيربيلا وبتدي لثلاثه واربعه. يبقى هنا طلعنا على السيربيلا سواء كنا ايه دايركت او كنا دايركت بندخل على حته في السيربيلا اسمها لوكيو نودولار بلوك. هذه الحته هتدي الى نيوكليس في السيربيلا معروفه جدا اسمها الجين نيوكليس. الانتاج نيوكليس دي هتطلع الى الصلص لان محدش يروح للمدير على طول ومن الصلص هنطلع على السريبرال كورتكس في الاريا اللي انا هقول لك عليها وقول لي بقى نشوف ازاي السريبيلا بتتحكم فيه. افراد الاريا اربعه وسته وثمانيه يعني رايح للاريا اللي هي الكولاميدا ورايح برضه لحته اكسترا كولاميدا. فبالطريقه دي السريبيلا كان كنترول او له الاكشن بتاعه او له اليد اللي ممكن ان هو يتحكم في سواء بيراميدال او اكسترا بيراميدال هذه الوصفه الجميله. تمام؟ عشان نقدر نحافظ على الالتزام بتاعه. يبقى ده كده خلصنا الدايت والان
الدايت خلاص وخلصنا الاوبري. اذا هنا التو باسبيكت اللي خدناه بعد البروتين جاي ان دايت ستيل سيجاريلا وعامل ايه؟ قال ستيل لوغر. حلو جدا. فاضل لي كام ستيب بقى؟ تمام. فاضل لي ثلاثه لسه هتكلم عليهم. طيب في منهم ستة انتوا عارفينها من اول الكورس اللي هي ايه؟ رايحين للانتيريور كونتستنس اللي هي اسمها ايه؟ السيبرو سباينال اللي احنا شفناها في السباينال كورد في شكل ايه؟ بيمبرال سيبرو سباينال بريزنت اونلي ان سيرفايفل ليفل وعندي ناترال سيبرو سباينال بريزنت من اول ليفل. اذا هي دي سكه السباينال الخطين دول. سكه السباينال الخطين دول انت عندك معلومات عنهم واسعه قبل كده. عارف كويس ان البيترال ستيلوسباينا بالرغم انه جاي من اي نيوكليال انت واخدها قبل كده جايه من الميديان جايه من اللاترال انفيريور بالرغم انها جايه من ثلاثه لكن عمرها في الصيف تنتهي بعد السيرفايف. فاذا هنا في بيترال ستيلوسباينا. اما اللي هي اللاترال ستيلوسباينا بالرغم انها جايه من اللاترال بس دي عندك معلومه عنها قبل كده ممكن اسالك الحته دي ممكن اسالك جايين منين؟ من اللاترال ستيلوسباينا جايه من اللاترال طب ايه الغرض منه؟ ليه رايحين للانتيريور هورن سيلز؟ علشان اقدر ان انا اعمل ستيميليشن للاكستنسور ماسل بتاعتي اوف ذا بودي بتاعي علشان اقدر كيب ماي سيلز ابرايت بالرغم ان في شد من الجاذبيه عليا. اذا هنا ده اللي هيخليك تقف. الوقفه دي نتيجه ايه؟ الامبسس اللي ماشيه فيه الستيميلو سباير وحاجات تانيه. تمام؟ اذا عندنا سيبروس فاينا كذا باسوي باسوي وعدل التاني لغايه دلوقتي قلنا كام واحد ثلاثه اندايركت سيبروس فاينا بتكلم عن سيبروس وعندي مستيل اوكلر ثلاثه اربعه سته ده ماشي سيبروس فاينا وعندي سيبروس فاينا عن طريق الفيتر سيبروس فاينا او وفي هذا الموقع لازم تلفت نظرك ان الفايبرز بتاع الفيتر سيبروس فاينا ماشيه في الميديال لونج ميديال بوند اللي احنا هناخدها دلوقتي ان شاء الله يعني مش كلهم ماشيين الكور في بس اللي ماشيين الفنترال في الميديال لونج ميديال بوند هو الفنترال سيبو سباينال ماشيين في الميديال لونج ميديال بوند يبقى لغايه دلوقتي ماشي في الميديال لونج ميديال بوند اثنين اللي هي السيبو اوبرا وحته في السيبو سباينال اللي هي بتاعت فنترال سيبو سباينال. بعد كده فاضل لي سكتين اتنين بس. سكه هتروح بنفس المنطق هتروح الى كرانيال نيرف النيوكليس بتاع الاكسسوري اللي هو بيغذي ايه؟ بيغذي الماسلز اوف ذا نيك. ليه؟ بيقول لها ستيميليشن خلي بالك اشتغلي علشان راس الشخص ده ما يقعش على سيرفوت بروفيكتور جرافيتي. يبقى اذا هنا جسمي ابرايم عشان الستيبلو سباينال. راس الابرايت علشان وبعد طبعا بيساعد في الدنيا بس بيفضل معاك عندي في النك بتاعي هنا بواسطه الاكسسوري نير اللي هو بيعمل ستيميليشن ليفل بتنزل مصر بتوع النك علشان تبقى ان ابرايت بوزيشن بالشكل ده. يبقى كده دي الخطه اللي هي دي الباسبي ده اسمه ايه؟ فيستيبيلو بالبر دي اللي راح لليوكس اوف كرينيوم. يبقى عندي كام سته لغايه دلوقتي بالنسبه للكريات اربعه ايه هم؟ هيبقى عندي اندايركت ستيبيو سيرفي وعندي ستيبيو بار وعندي ستيبيو سباين وعندي ستيبيو بار. وهناك شبه او علاقه قويه قوي ما بين ستيبيو سباين والستيبيو بار لان الغرض من الاثنين ان انا اكيد ابراي بالرغم من الايفكت الجراتي. يبقى كده لغايه دلوقتي ماشيين كويس. فاضل لنا كده سكه واحده اخيره. سكه واحده اخيره دي هتروح للريتيكولار فورميشن اللي موجوده في البونز او البريمستين. طيب احنا مش عارفين الريتيكولار فورميشن دي هتدي امباس للانتيريور هورن سيلز ولا لا؟ اللي هو الريتيكولو سباينر اللي هو في عندك فنترال ولاترال اللي هو موجود في كل السباينر كور. فاذا الغرض من هذه الفايروس اللي اسمها ستيريو ريتيكولار مش هو الغرض ان انا اعمل اي حاجه للبونز ريسبتورز اللي هو مكتوب يعني فانكشن شيء فانكشن. هو بالمناسبه بس في الموشن سيكنس هذه الفايروس هي اللي بتعمل ستيميليشن للبومبنج سنتر عشان كده ممكن يحصل دوار للبحر. لكن مش هي معقوله عشان كده تحكي لها فانكشن ثانيه. مين يقدر يقولها؟ انا اقول كده؟ بتخلي البومبنج مور قلب علشان ان انا هقع
وبعدين بتيجي تراهن السبايرال كود بالظبط. هنا كلام مظبوط الاولاني ده دكتور فيزيولوجي. هنا لو قلنا على الفايروس اللي عندي هنا هلاقي ان التيكرو سباينا ده رايح مين؟ ده رايح للانتيريور كورتيكس. اذا لو انت سالت في الامتحان ده سالتك مين؟ السؤال ده هل ذا ستيبر ابريتس كان افكت دي انتيريور كورتيكس؟ فعندي حتتين، عندي حتتين واضحين جدا اللي هم
هذه البنكر هي بنكر طوال وفرد. طب فين مكانها؟ هي شوف بي very close to the middle she gets a middle ايه الميديا حلو جدا. طب فين في اي حتة؟ البرين ستيم من اعلى حتة فيه من الطب بتاع سميد برين لغاية ما هو ماشية فيه من الغمر ولكن تمتد برافو عليك السبايدر كور في شكل تو تراكس مين هو؟ سارك مارتن الواد كده كده محمد اهو نورنا النهارده بس ما اشتركتش في اي مسابقه خلاص يبقى اذا هنا يبقى تمتد السبايدر كور في شكل سارك مارتن للاخر وفتره السبايدر لايف سرفايفلز كده دي مقدمه كويسه بتتكلم ما هي هنا عايزين نشوف بقى هي بتتكون من ايه؟ اللي هي العواطفية كده عايزين نشوف هي بتعمل ايه؟ او ايه الاجزاء بتاعتها؟ الاجزاء بتاعتها اربعة اربعة في منهم حاجات هناك اللي هي القصة بتاعت الديستيبيور هي القصة دي هتبقى معانا دلوقتي. ايه بقى؟ مش احنا قلنا من شوية ان الديستيبيور كونكشن اللي هي رايحة الديستيبيور اوبيلر والديستيبيور سباينر ماشية في ميديا اللي بيقعد يبقى يبقى اول جزئيه سهله عليا لان انا لسه مذاكرها اللي هي الفيستيبولا بارت. هذا الفيستيبولا بارت هقسمه لايه؟ فيستيبولا اوبيلر وفيستيبولا سباينر. معلومه عارفها. فنبتدي نشوف. ادي هنا الفيستيبولا بتوعنا الاربعه اللي انا هلونهم بلون خاص بيهم عشان اذاكرها. وامشي في الخط بتاعها. لو طلعنا من فوق ورحنا لثلاثه واربعه وسته فده اسمه ايه؟ فيستيبولا اوبيلر وقلنا فائدته اهو. هي بتاعته وفي بعض الاحيان بحضر بعيني على اسمها وبرضه بعمل كومبليشن في الفيجوال والايه؟ البوزيشن كومبليشن خلاص؟ يبقى هنا ده الفيستيبيو كومبليشن. طيب وبس اللي تحت في شكل ايه؟ في شكل فيستيبيو سباينر بس المره دي مش هقول لاترال اوعى المره دي اللي ماشي في الحسبه دي الفنترال فيستيبيو سباينر اللي هو بينشا من ايه؟ ثلاثه اللي هم مين؟ لاترال وانفيريو مالوش دعوه بالسوبيريو خالص تمام؟ السوبيريو تبع الكوبيلر وتبع الاندايد السيلو سيريبال خلاص؟ يبقى اذا هنا هننزل واحنا ننتهي عشان كده الرسمه بتطلع على السيرفايكل عشان اقول لك ان هو خلص بعد السيرفايكل مش موجود عليه. وهنا برضه عشان نحتفظ بالالتزام بتاعه يبقى ده اسمه فيستيبولار بار. نيجي بعد كده عندنا في واحد تاني اسمه اوبيلر بيفتكروا على طول. يا جماعه الفيستيبولار بار في عندي واحد تاني تبع السمع مش تبع الالتزام. لازم هينشا من النيوكليار شايله سمعه. ايه النيوكليار اللي فيها ريلي وانا ماشيه في سكتي سكه طويله علشان اوصل للفيروكليكس فايبر سكه طويله كده هتمشي كل ده فبتريح ثلاث محطات ريلي هم ايه؟ سوبيريور بودي ونيوكليس اوف ترانزيت بودي ونيوكليس اوف لاترال تمام. في الثلاث محطات التمليح دول هم اللي امباسس هتمشي ازاي؟ يبقى هنا من عند ودني اللي هو التصوير الاحمر طبعا انا عامله نيوكليس واحده اللي هي نيوكليس واللاترال نيوكليس بس تعالى عندك ثلاثه اللي هم ثلاث محطات الريلي اللي خدناهم المره اللي من الثلاثه اللي هو المكان سوبيريور بولف ونيوكليس اوف ترابيزويد بول الشهر اللي ماشي بالعرض ده ونيوكليس اوف اللاترال تمام؟ يبقى هنيجي نطلع فين؟ برضه يا جماعه هنكون طالعين شوف الخط الاحمر ماشي ازاي؟ طلع فوق طلع منين؟ من 3 4 و6 الله ليه؟ هنعرف دلوقتي ونزل كمان منين؟ نزل او راح كمان ل 7 و11 و12 تفتكروا ليه؟ ليه طلع من الحاجات بتاعت السماء بهذه الانويه البريم؟ ليه؟ 3 4 و6 ده نظر 7 و11 و12 ده كلام 7 علشان اللبس و11 علشان اللاينز البوتر فورس و12 علشان الطنج اللي اذا هنا اللي هو الهايبرلوس يبقى دول ايه كلام؟ يبقى انت السؤال ده تكلميني كده مين اي حاجه؟ مين اي حاجه؟ حاجه؟
الصف الناشر لغايه دلوقتي، وانت فين الصف الناشر؟ هي الحته الرابعه. الحته الرابعه هي اكسترا جرانولار فايبرز، جايه من اثنين نوكليار فوق خالص، فوق على اعلى حته في الميمبرين فوقيه يعني عند الروف بتاعه. خلاص؟ تو نوكليار. دول اكسترا جرانولار اسمها ستيلو كوميشنر والستيشن لوبس اوف كاجان. اثنين صعب شويه الاسم بتاعهم، وستيلو كوميشنر والستيشن لوبس اوف كاجان دول اكسترا جرانولار نوكليار اللي هم الاسود، وينزلوا الفايروس فيرجع كل ده ينزل على مين؟ ينزل على الانتيريور اوف سيلز في خلال مين؟ السبايرال كورد كله من اوله الى اخره. ضمن الاكسترا جرانولار فايروس والناس بتتحكم طبعا التوم بتاع المقصف او اللي فيه كان سيميشن او اللي مش خلاص كده. هنا اللي انا قلته ده هيطلع بشكل كلام اللي هو موجود عندك في الكتاب. اول كلمه ايه؟ الديفينيشن. الديفينيشن اول كلمه از اسوشيت او كوردري كلمه جوهريه. مكانها فين؟ موجوده في البريستيم من اعلى حته الى اوسع حته في الجدار، ولكن تمتد الى السبايدر كورد طبعا غير الكورد غير المايك. تمتد السبايدر كورد عن طريق حاجتين من فوق اللي هم مين؟ بيرما بسيب السبايدر وقت السبايدر وصلتهم 10 ايام. بعد كده هي اساسا لها كونكشن الغرض منها انها تعمل كورنيشن. بقى الكونكشن بتاعتنا هي اول واحده البسيبر كونكشن وقلناها من اول نطلع الصوره اسمها صوته. البسيبر كونكشن ده رايح من ايه؟ رايح من 3 4 6 وسحب الانتيريور هو بيسد عن طريق مين؟ الفنترال بس. تمام؟ تمام. يبقى كده الكونكشن بتاعتنا البوكيلا 3 4 6 وقلنا الفكره ايه؟ وعندي كمان السيكو سبايرال وهنا اقصد الفنترال بس. طيب نيجي بعد كده الجزء الثاني اللي هو البوديكري. وقلنا البوديكري افتكر الصوره لما كان الراجل بيتكلمني عملت ايه؟ وصلتها بالكسلات. اذا بتطلع الفايبرز من 3 4 6 ب 7 11 12 يبقى ده كان السيلولار او البوديكري اسفل كونكشن. كده 3 4 6 7 12 12 وعرفنا ايه اللي حصل هنا في الصوره بالصمت والصيغه والكلام. طيب بعد كده عندنا الانترفيولر بارت سهل قوي او برينيال نيرف كونكشن على الدور الخارج هم نفس الارقام 3 4 6 كونجنت ديفينيشن وعندي 7 11 12 علشان السبيتش. فاضل لي اخر حاجه اللي هي الاكسترا جراند جايه من الانترفيولر تفاصيل انترفيشن لوبس وكاجال وزيرو كونكشن لوبس هاي عادي جدا ولا بيدو انفاست من الانترفيولر كونكشن. كده هنا خلصنا كل ده، فاضل لنا اخر رسمه عندنا. اخر رسمه عندنا هو انا بعد المره الجايه مش هقرا اكتر، عندي ظروف عقليه شويه، بعتذر للدكتوره زينه المعداوي رائعه هتشرح لكم اللي فاضل، يعني انا هكمل السربيلا في اخر رسمه وربنا يسهل اقول لكم امتى اقدر اعمل لكم مراجعه امتى بس خلاص من عندي الموضوع. فهنا بتكون ان السربيلا اخر رسمه عندنا بتاع الكوربس بتاعها او القشره بتاعته ديت اللي هي تجريب
الجي ماتر، ودي الجزء ده بيمثل الواي ماتر لان فيه الاكشنز. تمام؟ وطبعا ده هنا دي البنتين نيوكليس، لكن دي مش تبع السيربيلم، دي تبع البلاط او الفايبرز دي بتعمل ايه؟ بتعمل ستيميوليشن للبريتنشن.
فلما بشوف الميكروسكوب بلاقي كور اللي هي النيوكليار، النيوكليار بتاعتهم جنب بعض، فانا دي الطبقه المحببه. لكن هي ما فيهاش جرانيت ولا حاجه، لكن كل النخاليه صغيره ومزدحمه جدا. فانا في الميكروسكوب هنشوف الصوره نقط 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 جنب بعض بيسموها جرانيولار لاير. هنا الجرانيولار لاير فيها خليتين محل اسئله ام سي كيو. ايه الخليتين اللي فيها؟ عندها واحده اسمها اللي هي جرانيولار سيل، اللي هي صغيره اهي دار تمام. الاكسس بتاعتها بتطلع لفوق لغايه الجرانيولار لاير وتنتهي في شكل ايه؟ بارالل فايت. يبقى الجرانيولار سيل هي اللي عملت ايه؟ البارالل فايت اللي هي بتعمل استيميليشن للتلفزيون. دي الجرانيولار سيل. طب في سيل ثانيه اقل في العدد، تبص فوق السكاده دي شرحها ايه؟ اكبر افتح وهنكتب عندها الاكسس بتاعتها صغيره جدا وبتيجي على الجيران، يعني من خليه من خليه. ده ماشي الجيران تفتكروا شو؟ انا قلت من السيل دي عم تفتكر بتعمل هنا انهبيشن للجيران. اذا هنا البنش دي الصفرة تعمل انهبيشن للجيران. الجيران بتعمل ستيميليشن للبرتنشن عشان يبقى في كنترول، والا دي تبقى كده ستيميليتد على طول. الحاجه الثانيه النقط تاني يعمل كنترول اللي هي مين؟ اللي هي اسمها بونجي سيل. البونجي سيل الصفرة دي هي اللي هي هتكون عاملة ايه؟ انت بتطلع صورة هنا، بتطلع صورة اهي، هتطلع الصورة عندها انهبيشن. يبقى إذا كنت برضه في رسمتك تعمل العلامات دي عشان تذاكر، يبقى من سيل لسيل انهبيشن. تمام؟ طيب هنا السيل دي كمان الجرانيولار برضه مش كفاية يكون عندها انهبيشن، عندها حاجة بتعملها ستيميليشن. منين بقى دي اخر كلمه عندنا اللي هي الفايبرز، اللي هي جايه هي هنا متصدقه او طالعه من البونز، مش المضله تحت والبونز فوق، المضله تحت قوي. الفايبرز بتاعتها اسمها متصدقه لانها مش مسافه كبيره. اما البونز عنده نيوكليار تطلع لفوق ما اسمهاش لاين، اسمها موسي فايبرز. اسمها ايه؟ موسي فايبرز. هذه الفايبرز، فايبرز تعمل ايه في البونج سيل؟ الفايبر قلنا تعمل ايه؟ يبقى كده عرفنا الكونكشن الفظيع، التناظر الفظيع جدا. الرسم سهل انما التدخلات دي ستيميليشن، دي انهبيشن، دي صعبه. احنا اتفقنا ايه؟ لو قلت خليه مثاليه انهبيشن، لو قلنا فايبر ستيميليشن، كده اتحلت في معاك بشكل عربي. بعد كده خلاص احنا خلصنا تماما اللايرز اللي موجوده في السيرفيلا. ولو جاب لك اشاره على التي اسمها التي، دي اسمها ايه؟ فايبر اسمها ايه؟ موسي فايبرز. دي اسمها ايه؟ تحت الفايبرز اسمها ايه؟ لاين فايبرز. هنا هنبص على كام صوره على السجلة. هنا مثلا الاسم دي بتشاور على مين؟ مين يقول لي على مين؟ بتشاور اسمها على انهي خليه؟ على البركنج الاساسيه الواقعه على الجميع. طب والحته اللي فوق اللي فيها غير بعاد دي انهي واحده؟ المولكيولر، لان لو كانت زحمه زي اللي تحت سميتهم جرانيولار. ده سبب تسميتها، سبب تسميتها ان الكتاب الصغيره ولزقه قوي فبانت ان في جرانيولز، ولكنها مش جرانيولز. الحاجه دي الانويه او الدايت بتاعت الجرانيولار سيل. يبقى هنا في مولكيولار بالكنجي وجرانيولار. شوف صوره كمان هنا نفس الشيء، الحد الفاصل البركنجي، المفرطه المصنعه المولكيولار، الزحمه جميل محببه الجرانيولار جميله. خلاص كده فهمنا اندر الميكروسكوب. خلاص يبقى هنا برضه صوره اكبر جميله. شوفوا هنا البركنجي والبرايمري بروسيسنج بعد كده يطلع سكند بروسيسنج جميله جميله. ودي ايه؟ جرانيولار اللي هي الزحمه، ودي ايه؟ الموليكيولار تمام اللي هي فيها خليتين والبرايم ايه فايبرز. الحقيقه كده احنا خلصنا برضه نفس المنظر. هنا اللي بره ده هو الحته بتاعت الموليكيولار. هنا الحته دي طبعا مش باين فيها قوي البركنجي، لكن طبعا دي عرفتني ان دي المنطقه بتاعت الجيران. هو فاضل في السيرفيلا حاجه واحده ومهمه جدا، مش عارفه هتكون عندي وقت ولا لا اقولها، اللي هي الكونكشنز. دي نظر مش مهم هنقولها، وان شاء الله الدكتور دي هقولها هنرجع عليها تاني. اللي هو السيرفيلا بيبقى بس انا جاي مش هتعب فيها قوي، ان معظم الحاجات تقريبا قلناها في المنهج. فنبدا مثلا بالسوبيريور سيرفيلا بلاند. مين فاكر ايه اللي كان بيطلب في السوبيريور سيرفيلا؟
تاخد الاكل اللي هو طالع فيه او بيعمل فيه جاي منه. ادي هنا السيريبرا كورتكس، وادي اللي هو الكومبوز، وادي هنا السيريبرا. تمام؟ فايه هنا ايه؟ كورتيكو بونتو سيريبرا. اذا هنا عندي كورتيكو بونتو سيريبرا في فايبرز هتدخل كامل. تمام؟ يبقى عندي هنا فاكرين لما قلنا يا جماعه اللي عندي في الكونز في كونكشن بينه وبين السيريبرا عن طريق ايه؟ الميد سيريبرا بتاعه. فاذا هنا ادي كورتيكو بونتو سيريبرا، وعندي ايه كمان؟ وعندي كمان جاي من السيريبرا من اليمين هنا اهو هيدخل لروح السيريبرا الشمال اسمها ايه؟ سيريبيلو بونتو سيريبرا. ادي الاثنين يبقى هنا احفظها بشكل ال وخط دايما تحكم الشكل ده كده وكده. تمام؟ يبقى اذا هنا الاخر في الاخر عندي سيريبرو بونتو سيريبرا عشان اجيب حرف ال، واللي ماشيين كده بالعرض الوسط من اليمين للشمال سيريبرو بونتو سيريبرا. ده الاخر. طب الاخر ايه؟ سهل قوي. انت هنا جبت لي طبعا كمان هدي لك كمان. يبقى هنا هقول عندي ايه؟ سيريبرو برضه بونتو سيريبرا، يبقى الاخر هو برضه سيريبرو بونتو سيريبرا. الاخر او سيريبرو بونتو سيريبرا، سيريبرو بونتو سيريبرا، والاخر سيريبرو بونتو سيريبرا. يبقى ايه؟ عندي يعني زي اوليفر، اوليفر من